بسم الله نبدأ قصتنا اليوم. فلفول خلصناها. دي العصاصة دي خلصناها. هنا هذه سحر سر السعادة. في بعدها قصة يا ربي بعدها قصة طبعا أكيد في كثير غاري. يلا نبدأ قصتنا الآن سر السعادة. يقول في قديم الزمان كانت هناك قرية، وكانت هذه القرية يسكنها مجموعة من الأشخاص وجوههم عابسة وقلوبهم حزينة. إيش معنى وجوههم عابسة؟ يعني فيه نقاط. لا عابسة يعني كذا سيئة، معصبين غضبانين. ما في حبوب بس معصبين وغاضبين. ما في حبوب يعني. طيب قلوبهم حزينة ويتشاجرون دائما على أتفه الأسباب. وفي يوم من الأيام خرج الملك من قصره ليتفقد حال رعيته، وعندها تعجب الملك وقال مخاطبا وزيره: لماذا الحزن يملأهم هكذا؟ يسأل الملك إنه ليش هم حزينين؟ ليش وجيهم كذا عابسة؟ لابد أن أجد حلا ليكونوا سعداء، هذا الملك يقوله. وبالفعل بدأ الملك يبحث ويبحث حتى علم بأمر قرية تدعى قرية السعادة. وعلى الفور شد الملك الرحال لتلك القرية ليعرف السر وراء سعادتهم ويأتي بالحل لقريته. وعندما وصل قرية السعادة وجد أهلها يضحكون ويمرحون ويبتسمون في وجهه دون سبب، فتعجب من أمرهم وذهب ليقابل ملكة هذه القرية. وعلى الفور سألها: ما السر؟ ما سر سعادتكم؟ ليش أنتم دائما سعيدين؟ يعني يسألها يبغى يعرف السبب علشان يقول لقريته أو أصحاب قريته يقول لهم عشان يصيرون سعيدين. طيب فقالت الملكة: ليس هناك أي سر، فجميعنا سعداء ولا شيء يدعونا للحزن، فلماذا نحزن؟ فأخذ الملك يلح في سؤاله: لابد أن هناك سر، ربما في طعامكم الذي تأكلون، أو في هوائكم الذي تتنفسون، أو في الماء الذي تشربون. يعني أنتم أكيد في شيء يخليكم سعيدين، إيش هذا الشيء؟ أكلكم ولا شربكم ولا هواء تنفسكم. صح. ولا عندما قاطعته الملكة وقالت: جميعنا نشرب من نهر واحد، ولقد أسميناه نهر السعادة على اسم قريتنا. فقال الملك: إذن فهو الماء الذي يحمل لكم السعادة، هل من الممكن أن أخذ من هذا النهر لقريتي؟ قالت الملكة: اذهب وخذ ما تريد. طيب هو يعتقد أنه الماء لما يشربونه يصيرون سعيدين، يبغى يأخذ يودي لهم أصحاب قريته عشان ما يصيرون عابسين، يصيروا جيهم مبتسمة وسعيدة. عاد الملك لقريته ومعه ماء السعادة كما ظن، فجمع القرية وهتف فيهم: لقد أحضرت لكم سر السعادة، إنه ماء من نهر السعادة، فليشرب منه الجميع لنكون سعداء مثلهم. نفذ الجميع ما أمر به الملك، وحدثت المعجزة وتغيرت الوجوه العابسة لأخرى ضاحكة. وهنا أمر الملك أن يتوقف الجميع عن الشرب من النهر القديم، وأمرهم بالشرب فقط من ماء السعادة. مرت الأيام والجميع يضحكون ويقيمون الحفلات، حتى جاء اليوم الذي أخبر فيه الوزير الملك بأن ماء السعادة قد نفذ ليلا ولم نستطع أن نخبرك، وقد قام أحد الخدم بوضع الماء القديم مكانه. فهمت؟ طيب جن جنون الملك وقال: لماذا فعل هذا؟ كان عليه الانتظار حتى أجلب ماء السعادة. وذهب الملك على الفور ليرى شعبه بعد الشرب من الماء القديم، وكان الأمر الغريب أن الجميع ما زالوا يضحكون. وات؟ فكر وقال: من المحتمل أن التأثير ما زال مستمرا، وأمر الوزير بألا يخبرهم حتى يرى الحقيقة. يعني ما قال لهم ترى حنا جبنا ماء القديم وقعدنا نشربه،
أسكتوا، ما علموهم، فهمت؟ يعني هم يتربوا القديم وما زالوا يضحكون مبسوطين على أنهم يحسبون هذا هو ماء السعادة، فهمت؟ أي. ومرت الأيام وما زال شعبه سعيدا يضحك. اندهش الملك وذهب لحكيم القرية يسأله كيف حدث ذلك رغم أنهم يشربون من الماء القديم. يعني هو مستغرب الملك، يقول شلون هم إلى الآن يضحكون ومبسوطين وعايشين سعيدين وهم يشربون من الماء القديم اللي كانوا يشربونه أول وجيهم عابسة وحزينة. فرد الحكيم عليه لقد قرروا أن يكونوا سعداء وأن يضحكوا، فقرار السعادة في العقل وحده، ليس بما نأكله أو نشربه أو نراه. سر السعادة هو العقل يا ملك. يعني هو مو الموية هي اللي تخليهم سعداء، إيش اللي تخليهم سعداء؟ العقل، عقلهم، تفكيرهم. هم لما شربوا ماء وقالوا آه خلاص بنصير سعيدين، هو شكل الماء حلو، هو اللي جابنا السعادة، خلاص هذا قرار في مخهم أخذوه واستمروا عليه حتى تغير الماء. قال الملك لا 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 أصدق ذلك، هل الأمر بهذه البساطة؟ قال الحكيم فلتجرب، أغمض عينيك، خذ نفسا عميقا، وقرر أن تكون سعيدا، قرر أن تضحك، فلتضحك الآن. ضحك الملك وضحك ضحكات عالية، وعندما انتهى قال الآن صدقت يا حكيم. يلا يا ضاري الحين أبيك تقرر أنك تصير سعيد. يلا قل بينك وبين نفسك، غمض، تنفس كذا بهدوء وعمق، قل أنا أبغى أصير سعيد. أنا أبغى أصير سعيد. ابتسم. تشعر بالسعادة الحين؟ إيه. إذن السعادة قرار والسر هو العقل، أفكارنا إحنا هي اللي تخلينا سعيدين. أسعد أكثر. يلا. الحين شكلك تحس انك اسعد انسان بالعالم صح؟ ايوه احس اسعد واحد بالعالم. الله يديم عليك يا رب. اهم شيء افكارك دائما خلها ايجابيه. طيب نختم القصه. لا لا خلاص بقى الثانيه لحظه، خلينا نشوف التفاعل الان. طيب خليك معي. يقول ما رأيك يا صديقي أن نجرب كلام الحكيم، أغمض عينيك وخذ نفسا عميقا وقرر أن تكون سعيدا، هيا فلتضحك الآن. سويناها تاودي، خلصنا. لا خلص يلا سوية ثانية. الله عجبتك شكلها. يلا أغمض عينيك، خذ نفس، قرر أن تكون سعيد الآن. يلا فلتضحك الآن. طيب قبل ما نقرأ الرسائل حقت القصة أبيك تقولي إيش استفدت أنت من القصة. استفدت إيه أنا عايزة أساعدني، مثلا طلعت شيء غريب مثلا معك مطعم أي شيء، إني أكون سعيد. طيب وش بعد؟ وفرحان وعقلي يكون، والثاني إنه يكون عقله لازم فاهم وعقل عشان تكون طيب. يعني تحط أفكار في عقلك إنك لازم تصير سعيد وتستمتع. يقول رسالة الأولى لا تنتظر شيئا أو طعاما أو مكانا أو شخصاً ما لتشعر بالسعادة. يعني مو لازم يصير فيه شيء، حدث أو إنسان عشان نشعر بالسعادة، ممكن إحنا لوحدنا ما عندنا شيء ونشعر بالسعادة بسبب فكرة في عقلنا، صح ولا لا؟ الرسالة الثانية تقول فقط قرر أن تكون سعيداً وأن تستمتع مع من حولك وبما لديك من أشياء. يعني أشياء عندك ممتلكها أنت، حولك ناس، حاول تستمتع فيهم وتصير سعيد، مو تتمنى أشياء مو بعندك أو تتمنى أشخاص مو موجودين، فهمت؟ يقول قل الحمد لله عندما تخرج في نزهة مع أهلك وكن سعيد مهما حدث. يعني حاول تستمتع بالنزهة، إذا في توافه، إذا في أشياء يعني مواقف سيئة صارت ما عجبتك تسلك، ما تزعل على أي شيء، مو ما تبي كل شيء كامل، عرفت؟ تحاول قد ما تقدر أنك تستمتع. يقول عندما ينتهي اليوم فكر في أن الله قد أنعم عليك بوقت جميل وسعيد، وتمنى من الله أن يتكرر ثانية وأنت راض بما حصلت عليه. يعني لما جيت تنام فكر إيش صار اليوم، أشياء حلوة وسعيدة واستمتع فيها وانبسط وقل الحمد لله. أوكي وانتهت الحكاية لهذا اليوم. نستودعك الله ونلقاك غدا بإذن الله في نفس هذا الوقت. طيب.
حاول حاول يا جنون. يا أخي أنا غمض عينيك. غمض عينك غمض عينك غمض عينك. نزل أكمامك عشان برد. هاي شوفي 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 شوفي. تشرد. طفي اللمبة واشرد. هناك صديق صديق هذاك تقرأ. ليش تقول ما اعرف اقرا يا ماما؟ اقرا لي. شفت انك تعرف تقرا بس تكذب علي. اقرا خرابيط ما تزعيني تقرا. طيب يلا حبيبي نام. شو اتفقنا عليه؟ ماذا اتفقنا؟